النهاردة رحل على عالمنا الأديب العربي الكبير خيري شلبي، اللي ترك بصمة لا تنسى في الأدب والثقافة العربية بعد مسيرة إبداعية طويلة أثرت القارئ بأكثر من 75 عمل أدب. خيري شلبي علامة فارقة في تاريخ الرواية، مش بس المصرية، العربية والعالمية كمان. يعني أعمال لا تنسى أبدا في ذاكرة الإبداع العربي: وكالة عطية، السنيورة، الأوباش، موال البيات والنوم، أعمال كتيرة أدبية، وفي أعمال طبعا تحولت إلى أفلام سينمائية. خيري شلبي هو واحد من أعلام جيل الستينيات في مصر، رسخ كده ما يعرف بالواقعية السحرية في الكتابة العربية. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في مسيرة الأديب الراحل خيري شلبي. تحل اليوم ذكرى رحيل الأديب الكبير خيري شلبي، سفير المهمشين وملك الترسو، أحد أبرز كتاب جيل الستينيات في الأدب العربي، الذي توفي في 9 سبتمبر عام 2011 بعد مسيرة إبداعية طويلة أثرت الثقافة العربية بشكل كبير. كان خيري شلبي علامة فارقة في عالم السرد، وأحد الرواد الذين أسسوا للواقعية السحرية في الأدب العربي. قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية والدرامية والسينمائية تجاوزت 75 كتاباً، من بينها روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات في الأدب الشعبي وأدب الرحلات. من أشهر رواياته السنيورة، الأوباش، ووكالة عطية. أما في القصص القصيرة فقد أبدع في مجموعات مثل صاحب السعادة اللص، سارق الفرح، وأسباب للكي بالنار. نال خيري شلبي العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة الدولة التشجيعية في الأداب، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. اعتمدت السينما على بعض من أعماله، حيث قدم فيلم الشطار من إخراج نادر جلال. أما في التلفزيون فقدم مسلسل الوتد، الذي يعد من أبرز الأعمال في الدراما المصرية، وحقق كبيراً منذ عرضه في عام 1996. ويعد مسلسل وكالة عطية من آخر الأعمال التي تم اقتباسها من روايته، فيتناول المسلسل قصة إمبراطور الحرفيش في مدينة دمنهور عام 1942. ويسلط الضوء على محاولاته للتلاعب بمصالح سكان الوكالة والتواطؤ مع القضاء، لكنه يفاجأ بنزاهة هذا القضاء. الحقيقة أعمال خيري شلبي هتظل خالدة في ذاكرة الإبداع المصري والعربي والإنساني. رحم الله الفقيد الكبير خيري شلبي.